السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. نكملوا على داك ليستوار ديال لاليمونطاسيون 60 كيلو فولت 22 كيلو فولت ديال بوست سورس. كانت بقات لينا في الاخر هاد جو دو بار 22 كيلو فولت. كنا خرجنا من ترانسفو ديال 60 22 كيلو فولت، دونك وصلنا للجو دو بار دي جونكتور مويان طونسيون دي بروشابل، واحد تي سي، واحد ترانسفو سيرفيس اوكسيليير ديال 22 كيلو فولت. دونك غادي نشوفو هاد لابارتي اللي بقات لينا. دونك لنبدا على بركة الله. يعني 22000 بليس نوتر، النوتر راه في الحلقة اللي دازت شفناه فين غادي، غادي ديريكتومون لاتار اترافير واحد لا ريزيستونس. بقاو لينا لي 3 فاز. دونك قلنا هادي هي لابارتي اللي بقات لينا غادي نشوفوها دابا. دونك كاينين 3 فاز، كاين هادي جو دو بار ديال الفاز الاولى، الفاز الثانيه، الفاز الثالثه. هذا نوتر ديز اترافير ان سيكسيونور. واخا دابا كنشوفو هنايا، كنحاول نكبر الصورة شوية. دونك كنشوفو هنايا هاد لي جو دو بار سون روند الإخوان، سيركولار، يعني دي باغ روند. وهاد لي كابل سو سون دي كابل ديال الموين طونسيون، راه كلكم كتعرفوهم اللي كيكونوا عندهم دي زيكستريميتي، وواحد لي طريس اللي كيمشيو ديريكتومون لاتار. دونك هادو الاخوه اللي كتشوفوا 4 كابل بار فاز غادي يمشيو لينا لواحد ديجونكتور، ومن ديجونكتور غادي نشوفهم هذيك الساعه فين غادي يمشيو. دونك كتشوفوا لا كوبلومون ديالهم كي دايره، الكوس بيان سور دي زانو اون كويفر، وهادو سو سون دي زيزولاتور. يعني ما يمكنش لنا نديو جو دو بار لصقه في الحيط ديريكتومون، دونك نديرو واحد ديزولاتور، وهداك ليزولاتور هو اللي راكب في الحيط وبيان سور لي على تير. هذا سيتان ترولي دو تير. فين غادي نمشيو دابا؟ غادي نمشيو للتي سي اللي شفنا. هاد لا تي سي هذا بويسكو دي شيما انفيلير، دونك هادو هما لي تي سي الاخوان كتشوفوهم. لي تي سي اللي كيديو ليا للصال دو كوموند، يعني لو كورون دو سورتي، يعني كنبقى ديما اون اسيستونس. داكشي راه اوتوماتيزي بيان سور، الا كانت شي حاجه كتكون ريكلاماسيون. دونك باش كيعرفوا الكورون اللي خارج من هنا، يعني لا تكون شي سور شارج ولا تكون شي حاجه. وبيان سور بحال هاد التيرموستا هادي كتشوفوا هاد لو كابل ديالها، راه غادي الواحد غادي ديكلونشي واحد الرولي، رولي كيعطي واحد لو سينيال عنده في البي سي بان كوم كوا لا تمبيراتور ديال الزيت راه طلعت، الفو انتيرفونير، ولا ما دارتش ان انترفونسيون كدار ديكلونشمون ديال ديجونكتور اوتوماتيكمون. غادي نرجعوا لدابا لذاك ترونسفو اوكسيليير دو سيرفيس اوكسيليير. علاش كيخدم هاد ترونسفو الاخوان؟ كتشوفوه هادو راهم غاديين يمشيو لواحد لي رام، حنا غادي نشوفو لي رام، يعني دي سيليل موي طونسيون. دونك هاد 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 ترونسفو 22 كيلو فولت 380 بليس نوتر هو اللي غادي اليمونتي ليا هذيك لا سال دو كوموند اللي هضرت لكم عليها، وغادي يعني اليمونطاسيون ديال لي بي سي ديال ليكليراج ديال اي حاجه غادي تخدم ليا ب 220 ولا شي حاجه غادي تخدم ليا باغ اكزومبل دي شارجور دو باتري. دونك هاد لو ترونسفو هو اللي هادشي اللي سموه دو سيرفيس اوكسيليير، يعني شاك ترونسفو 60 ميل داخل هاد لا ستاسيون كنلقاو فيه واحد لو ترونسفو ديال سيرفيس اوكسيليير هو اللي غادي يدير لاليمونطاسيون ديال هذيك لي طابليسمون، اون سي كونسير ليكليراج، سي كونسيرن اليمونطاسيون دي بي سي، دي شارجور دو باتري، اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا دابا هاد لي كابل فين غادي نمشيو، فين غادي نمشيو؟ هادو هما لي رام اللي هضرت لكم عليهم الاخوان، يعني بيان ايكيبي اللي فيهم واحد يعني سيستيم اوتوماتيزي. بار اكزومبل نقدروا نقولوا ديروا لي دور بروتيكسيون، مثلا اي حاجه غادي تتعلق تكون شي انومالي في لاريفي، ولا تكون شي سير شارج، ولا تكون شي موفيز ايزولمون، ولا تكون شي حاجه كتسينيالي هنا، كتمشي للبي سي كيدار انترفونسيون بار لو تكنيسيان. دونك هادي هاد لابارتي هادي راها كنسميوها هما سون دي غام، ولكن كنقولوا لهم ان دو مي غام. علاش؟ لان نفس السيري غادي نلقاوها في بلاصه اخرى، ومالي مونتيو
لاليمونطاسيون ديالهم بار لي دو ترونسفو اللي داخلين ديال 60000. انا غادي نشرح لكم كيفاش الاخوان ندوز لهذا الشيء. هذه اللي غادي تبين لكم مزيان. دونك عندي ترونسفو ديال 60 كيلو فولت اه وعندي ترونسفو ديال 60 كيلو فولت 22 لو ترونسفو 2. دونك اشنو كندير؟ كندخل ديجونكتور ديبروشابل، ومن ديجونكتور ديبروشابل كنمشي لواحد يعني ترانسفورماتور دو طونسيون كيف ما كتشوفوا هنا، نفس الشيء ترانسفورماتور دو طونسيون. هذه فين غادي تمشي؟ غادي تمشي لي باتري دو كومبونساسيون. كنشوفوا هنا دي بار 1 دي بار 2 دي بار، هاد دي بار 1 الاخوان هاد 22000 غادي ليا لواحد دي بار بار اكزومبل، نقول واحد لوتيسمون او واحد تجزئه او واحد يعني واحد المجمع سكني، او دي بار 2 كذلك، دي بار 3 كذلك. دي بار اكزومبل وقعت ليا هنا اون انومالي في ترانسفورماتور 1، دونك كان نيجليجي كنحل هنايا وكان اليمونتي بار ترانسفو نيميرو 2. هاد الشيء علاش كنسميو هادي سيتين ان دومي غام وهادي ان دومي غام، الا جمعناهم جوج كتولي ان غام، يعني اليمونتي بار دو ترانسفو 60 كيلو فولت. دونك غادي ندوز لواحد السؤال طرح ليا في التعاليق من بعض الاخوان، كيقول لك علاش كاين سيكسيونور دونتري وديجونكتور وكنلقاو من مورا ديجونكتور سيكسيونور، علاش ما يكونش غير سيكسيونور اللي في الداخله وتابعو ديجونكتور ومن بعد لاليمونطاسيون؟ انا غادي نشرح لكم الاخوان. غادي نعطيكم واحد تروا لوا، هادو غادي نتعقلوا عليهم مزيان الاخوان. هادو راهما لا باز ديال الالكتريسيتي، وراه غاغ الاخوان يعني اللي عندهم درايه بالالكتريسيتي عارفين هاد لي تروا لوا. البروميير لوا كتقول لك ودي انه جامي اوفرير فيرمي ان سيكسيونور اون شارج، هادي ما تناقشوش فيها، ما عمرك تحل ان سيكسيونور او تسدو اون شارج. لا دوزيام كتقول لك نو جامي اوفرير لو سكوندير دان تي سي سو طونسيون، هادي لا لوا الثانيه، نو جامي اوفرير ان لو سكوندير دان تي سي سو طونسيون، يعني ما تحلش لو سكوندير ديال ان ترانسفورماتور دو كورون ولا طونسيون كاينه، يعني يقدر يطرطق يتفرقع. لا تروازيام الاخوان هو الجواب ديال هذا الاخ اللي كيسول علاش كاين بليزيور سيكسيونور. كتقول لك اسيدي لورسكو بار اكزومبل في لا طونسيون لا موين طونسيون ملي تقطع الضو il faut voir le sectionneur est complètement ouvert. يعني il se peut disjoncteur. انا عندي سيكسيونور اريفي حليتو وعندي ان ديجونكتور باغي ندير انا لونتروتيان بار اكزومبل، مثلا غادي نطيح هذاك الديجونكتور، ولكن راك شفتوا لا فورم ديال هذاك لو ديجونكتور الاخوان كيف دايره؟ سو سون دي بيستون اللي ما يمكنش ليا انا نشوفهم بعيني. او ناخذوا حنا ان ديجونكتور كومباكت، واش ملي كتحلو كتشوف لي كونتاكت لداخل واش تحلو ولا ما تحلوش؟ ما كيبانوش لك الاخوان، ان سو بو يبقى واحد الفاز تبقى مشدوده. دونك هذا الشيء علاش داروا سيكسيونور في لونتري ديجونكتور وتابعوا سيكسيونور، يعني الا بغيت انا مورا هاد لو سيكسيونور ندير واحد لانترفونسيون خاصني نشوف بعيني بانه il faut voir avec les yeux clairs بان هاد لو سيكسيونور الي اوفير. هادي سيتي لوا في الالكتريسيتي، ما نعولش على ديجونكتور انا راه حليتو ولكن راه بقات عندي واحد لابروش مسدوده في الداخل، اذا اش غيتسبب من موراها؟ راكم عارفين الاخوان هاد لي الوقت عقلوا عليهم. بار اكزومبل بحال هاد سيكسيونور ملي كيتحل راه كيبان بالعين المجرده بانه راه محلول، وخاصك تشوفو ماشي تحلو وكتشوف في شي جهه اخرى، لا نحل ونشوف بانه راه تفتح. بار اكزومبل انا خديت لكم هاد بتي فيديو، مثلا ها هو لو سيكسيونور مسدود دابا الاخوان تشوفوه ها هو مسدود. دابا انا غادي نحل فوالا، دونك
كيتحل كومبليتمون. ملي غادي يتحل كومبليتمون كندير لا تير ديالي، ها لا تير دونك، وكنبدا خدام. دونك ها هو كيبان لي هاد البوزيسيون معلول، ملي نسالي راه بيان سور غادي نسد، فوالا كيتسد. هذا هو اللي كاين الاخوان. دونك il faut voir le sectionneur il est complètement ouvert. فوالا يعني يتحل كومبليتمون ونسد لاتير ديالي عاد ممكن نخدم. وفاش نسالي راه بيان سور غادي نسدو. وهذه الاخوان هذه واحد ستاسيون ديال شيمان فير لاريفي كيف ما كتشوفوا ديال سيفاز. ها ثلاثة وبيان سور بيان سور كيف ما شفنا في هذيك الشيمة ديال الاولى ديال لاريفي ديال 60000 كاينين ديزيكلاتور. هاد لي زيكلاتور دور ديالهم على لاريفي ديال الكابل فين جاي هبط للسيكسيونور ومشات واحد لا ديريفاسيون لواحد واحد البورن ديال ليكلاتور والبورن الاخرى مشات لاتير. يعني الا جات شي ديشارج اتموسفيريك دونك كتمشي لهنا كتمشي ديريكتومون لاتير، ما تجيش ليا هنا ترجع ليا في لالين ولا تمشي ليا لي كومبوزونت لهنا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لي سيكسيونور غادي ناخذوا هادو. دونك خاص هاد الكوطو خاصو يتحل كومبليتمون. يعني الا تحلو جوج وما تحلش واحد خاصو ضروري يتحل هاد الواحد. عاد كندير لانترفونسيون ديالي هنا لان 60 كيلو فولت راكم عارفين الاخوان شنو ممكن تسبب. هو ماشي غير 60 كيلو فولت، راه 380 تقضي الغرض ولكن الله يستر. دونك الاخوان نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوناش من الدعم ديالكم كما العاده. تبارك الله عليكم.